السلام عليكم اصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، هذا اليوم رجعنا لكم فيديو جديد كما كتشوفوا مع البداية ديال الفيديو. ويدينا مربوطين، لحقاش غادي نديروا تحدي بدون يد، يعني اي حاجه غادي نديروها في التحدي بلا يد، ناكلوا بلا يد، نعزوا بلا يدين. ناري اصعب تحدي هو هذا. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا، ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو في القناه باش يوصلكم اي جديد حنا كنديروا. ما تنساوش تدخلوا الانستغرام ديالي اللي هو دا ميساء بقالي، وخليكم على الفيديو. وبغيت نوريكم اللي ربح شنو غادي يربح. 200 درهم غادي يربح. 200 درهم قانونيه الا هزها بزاف، حطهم هنايا في الطبصيل ديال التفاح غادي يربح. ومازال تحديات اخرين، مازال عندنا 5 ديال التحدي. عندك دقيقه في التحدي هذا، واللي يجمع عدد اكبر ديال التفاح هو اللي غادي يفوز. 2 1 0. شجعي يا ماما. لا يلا يلا ميس. يلا يلا يلا. شحال؟ 3 4 5 6 7 8 8 وبقاو 3. يلا دابا غندوزو لمرام. يلا مرام، 1 2 3، عندك دقيقة. أولي مرام. يلا نزلت شجيها. أولي مرام. يلا دابا نزلت وحدة. أولي مرام. أولي يلا يلا مرام. يلا يلا. اولي مرام اولي مرام. خدمي عقلك كما تتصبر. يلا اولي. يلا يلا قرب الوقت، قرب الوقت مرام. اولي مرام اولي مرام. قربتي. عاودي عاودي. سيري سيري سيري. شوفي اللي عندها العود، شوفي اللي عندها العود. يلا مرام. قرب الوقت. قلت لأولي مرام. انتهى الوقت. مرام مرام. جوج. للأسف مرام ما ربحاتش. جوج. انت شحال؟ 8. المهم التحدي الأول، دابا غندوزو للتحدي الثاني. التحدي الأول ميساء اللي فازت، ودابا غادي ندوزو للتحدي الثاني. التحدي الثاني هو البنان، خاصهم يقشروها وياكلوها ونشوفوا شكون اللي غادي يتسبق الاخرى. هذه غنديروها بلا كرونو. يلا 1 2 3. مرام من الوسط من الوسط عدي من الوسط. يلا 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 قربتو قربتو. يلا 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 يلا. برافو ميساء. يلا يلا مرام. هزيها، شدي القشرة عبضيها وهزيها بسنانك، هزيها بسنانك ونعود هكا ولا غتهبط غطيح. برافو ميساء. يلا يلا مرام. ميساء قربت تكملها. يلا ما لقات فيا مرام مسكينة. يلا يلا مرام.
ميساء ولا ديرك الحلوفة. يلا يلا مرام قربتي مرام قربت الله صافي حبسي مرام حبسي عندي منديل لك بنتي صافي جلسي 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 ميساء برافو عليها كمل الجبانة غير غير واش فيك الجوع ميساء دابا غادي ندوزو للتحدي الثالث صافي مرام يلا صافي كملي معليش المهم ميساء اللي فازت في التحدي هذا دابا غندوزو للتحدي الثالث اللي هو ذناب غنشوفو شكون غيساليه هذا الاول يلا واحد ثلاثة تسنى بعدي بعدي يلا واحد قولي لنا مرام واحد جوج ثلاثة يلا مرام مرام قاس فيا مرام مسكينة يلا مرام يلا راه ناري اللي ميساك كدير مرام صافي ميساء اللي ربحت ميساء ربحت كملي ولكن ميساء اللي ربحت ميساء سبقاتك دابا غادي ندوزو للتحدي الرابع ما كنغش شوفي شوفي ان شاء الله التحدي الجاي انا الغلب لا لا اختي ما تثقيش في راسك راه انا اللي غادي نربح ان شاء الله في هذه مين فاي مين فاي مين فاي انا اللي غادي نربحك دابا في التحدي الرابع يلا واحد جوج ثلاثة ندوز التحدي الرابع بداو يلا شجعيهم نجلاء شجعيهم مرام كيهبط لها شعرها يلا 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 وقال لها مرام اللي غادي تربح التحدي هذا مرام برافو برافو مرام يلا مرام قربتي تربح مرام مسكينه شويه في شي تحدي يلا يلا ما كانش يشجعش ميساء حيت ربحات يلا مرام مرام برافو مرام برافو لا ماشي مشكل هذاك ماشي مشكل شنو هيك مرام اللي ربحات برافو مرام ميساء ميساء جدات دابا يا غادي نديرو التحدي الخامس وانا اللي غادي نربح فيه لا ان شاء الله انا غنربح فيه شويه بشويه قلعتيني انا اللي غادي نربح يا ديروا يديكم موراكم ديروا يديكم ورا ظهركم يا ربي بلاتي ما في لا كرونو هذا لا والو يلا واحد تسنى 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 يا مرام تسنى واحد هذه باغا تاكل واحد جوج ثلاثه شوفوا حيدوا هاد الطباصل هادو يلا سيروا يلا خليكم شجعيو وانا نجلاء يلا 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 برافو ميساء برافو مرام قربتي يا مرام قربتي شوية تركي حلوفة شوية بشوية ما ربحتيش ماشي مشكل شوية عليك يا مرام شوية عليك يا باقا معطلة شوية ميزة خوف امك خوف امك توحلك ما ميزة تقهرات لا وكملي كملي انت جزيتي كلشي خشيتي في امك تقولي راكي ربحتي شوية شوية عليكم ما نحسبوا لكم حتى تخفوا فمكم شوية مارا شوية قهرتهم قهرتهم
كرهتهم. كملتها ميساء. كانت مرام هي اللي رابحه في الاول، كانت غاده كتاكل فيها مزيان، الساعه غلبتها ميساء. صافي ميساء، ميساء اللي ربحات. انت فمك بقى عامر بزاف، وهي بقى فمها عامر غير شويه. صافي حطها، انا ما بغيتيهاش، حطيها حطيها. ربحت شي حاجه في وجهك نحس بها. الشكلاط. دابا سالينا، درنا التحدي الخامس اللي هو الاخير والفائزه. قصي يا مرام، قصي قصي قدك الحلوفه. جمعي جمعي فمك. والفائزه والفائزه هي هي ميساء. صفقي عليها نجلة، صفقي عليها، برافو ميساء. ميساء اولي ميساء. بقات فيا مرة مسكينة. برافو ميساء، برافو. تقلقات مسكينة، دابا نشري الطوفيطة. ضحكي عليا يا. اشري لك بيمو ولا شري لها بيمو؟ صافي ديال درهم. اشري لها درهم. المهم التحدي. هذه هي النهاية ديال التحدي، والفائزة هي ميساء، فاز 200 درهم، ومارا مسكينة لا شيء، صفر درهم، زيرو درهم، ولكن معليش راه دارت التحدي زوين ونشطات وضحكات وكلات. أنا شغيت. أربعة نقاط وهي نقطة. المهم بعدا كريس كان جدا يكون عجبكم، وأنا بقات فيها مارام، بقيت أنا شادة فيها باش نعصبها مسكينة، بقى فيها الحل لحقاش هي كاع ما ربحات. نتمنى الفيديو ديالك. دابا هي اللي ربحات، هي اللي خصها دير لك هكا ماشي انتي. صافي صاير 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 صاير، هي اللي خصها دير لك هكا ماشي انتي. حطي صافي يا مرام، حبسي. عرفتي اش غادي دير لك اليوم؟ ما غاديش تنعسي في البيت. صافي ندخلي للدوش. بقى فيك، بقى فيها الحال حيت ربحاتها، بقات فيها البقصة مغيارة. نوضي نوضي للدوش، نوضي للدوش، نوضي للدوش. كحلتيها من عندها المغيارة. المهم بعدايا انت مني ربحاتك درتي لها هكا مغيارة. واش مغيارة بوطن؟ علاش تنتقمي منها؟ اش دارت هي؟ ندخلو شي مقلب في هاد الفيديو هذا. وهذا مقلب دابا في نظارك، دابا خصها تدوش. اش؟ كوكا كوكا زين. منفوض فين منفوض البودي؟ سير ادخلي دوشي. انا ندوش شعري بحال شايب شعري، ما غاديش تبقى هذا. انا والله ما تبقى فيها، انا ردها لها في الليل ملي تبغى تنعس، انا غادا نردها ليها. اش غادي لك في الليل؟ ملي شافتني انا ربحت ما رضاتش ودارت لي هذا انا في وجهي. والله ما تنغشدو، والله ما نحس في الليل. يلاه وقصي فايقه. كنت انا معوله على الطحين. ها انتم شوف اش كاداتي فيه. كنت معوله عليه انا غادا تجود ليا. ها ما شوف الحين كنت باغا انايا، كنت باغا نعطيها 50 درهم نفرقها معاه، ولكن ملي دارت لي الطحين ما باغاش مزيان. حلتيها فلوسك شي لباس ما بغيتي؟ ما باغاش. بالعالي ما تعاوديش ديري معاه شي تحدي، انها ما تقبلتش. لا ماشي ما تقبلتش، ولا ندخلو واحد المقلب. دابا انتي 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 فزتي عليها، ربحتي وهي دارت لك مقلب. انا اللي خاصني ندير لها هذا حتى هو العيب. وهي فكرت في المقلب ديالك، انت ما فكرتيش فيه، سبقاتك. يلا قول الاصدقاء ديالكم سلامه، وميسا غتدخل الدوش. يلا بسلامة، تنشروا هذا الفيديو لايك سبسكرايب، ودخلوا انستغرام ديال هاد ميساء لي واش غنطلي بالطحين، وتمنى يكون الفيديو يعجبكم، وبسلامة. سلامة واش غنطلي بالطحين؟ نمشي ندوش.